بداية نوجه تحية لموقع 18 آذار لنقله أخبار المظاهرات في الشمال السوري. نحن الآن في معرض مصرين، مظاهرة شعبية تطالب بإسقاط النظام والتمسك بأهداف الثورة السورية. نقول لن نصالح من قوة ليس من ضعف. نوجه التحية لجميع الدول التي تقف مع قضيتنا. نوجه رسالة للسيد أردوغان ونقول فيها بأن التطبيع مع نظام بشار أسد المجرم هو سقوط سياسي قبل أن يكون سقوط أخلاقي. ما زلنا مستمرين في نضالنا حتى إسقاط النظام إن شاء الله.